السلام عليكم. هنبدأ في الجزء الثاني من الفيديو عشان هنعمل في الجزء ده المخدة والتاج بالسنون. نبدأ بسم الله. هنعمل لير نشتغل بيها للتاج، او اذا كنا نشتغل على اي لير من الزيادة دول. دلوقتي احنا هنعمل النص الشمال بس او النص اليمين من المخدة، من على شمال الاكس او على يمين الاكس. كل واحد يحسبها ويشوف هتبقى قد ايه. انا هنا بمديول السبعة تبقى 75.8. بعدين نعمل اوفست على حسب المسافة نشوفها. احنا كده هنعمل الجزء بتاع التاج الاول، مش هنعمل المخدة. بعدين نعمل اوفست للجزء بتاع السنون، كل واحد هيحسب على حسب المديول اللي شغال بيه. دلوقتي عشان نعمل التاج، نعمل الكيرف بتاع التاج، هناخد خط اوفست على اي مسافة مناسبة. كل واحد هيشوف ويجرب اي مسافة صغيرة، مثلا 3. وبعدين نجرب نعمل ارك، هناخد من الاند بوينت دي للاند بوينت دي، ونظبط الارك على حسب ما كل واحد يشوف هو مناسب قد ايه، مثلا كده. وبعدين نمسح الزيادات، بعدين نعمل لاين على 45 لغاية ما يعدي من هنا. نمسح الزيادة كده، عملنا الجزء الشمال. نمسح الخط الزيادة اللي هنا ده. نيجي هنا هنقسم الجزء ده على عدد السنون اللي احنا عاوزينها، مثلا هنقسمه على 4. نعمل اوفست كل مثلا 61، ام انتر عشان نعمل مالتي تايب. بعدين دلوقتي السنون هعملها وكالعادة بالحب، أي مسافة بقى. كده ولا كده مش هتبان. بعدين نعمل ترم الأجزاء الزيادة، نيجي هنا نعمل لاين عشان نعمل من عليه الميرور ام اي. بعدين نمسح الخط اللي رسمناه كده. جزء التاج بالسنون. دلوقتي هنحتاج نعدل التاج والسنون رأسي. نعمل 3D روتيت، تمام. بعدين نعدل الزاوية بتاعتنا، تمام كده مظبوطة. هناخد لاين من الميد بوينت بتاعتها، بعدين هنروح عاملين هنا الريفولف لازم نسيبهم جزئين، محدش يعمل جوين عشان لو عمل جوين مش هتلف. بعدين نختار الأكس اللي هنلف حواليه 360 درجة، نمسح الخط اللي احنا رسمينه، خليها هيدن، نسيب الخط ده دلوقتي هنحتاجه. نعدل الزاوية من التوب تاني. دلوقتي هنقيس، المفروض هنقيس نص القطر بتاع الدايرة المرسومة دي قد ايه. خمسة وسبعين وثمانية، تمام. هناخد لاين من هنا، ناخده نفس المسافة بتاعت نص القطر. نعمل نفس الحكاية هنا،
هذا عمود اللي تحت مسافة نص القطر. تمام، دلوقتي هنيجي نعمل هنا، هنوقف على اللاير من اللاير الزيادة ونعمل ريكتانجل، ناخد من الاند بوينت دي للاند بوينت دي. تمام، بعدين هنخفي اللاير بتاعة الريكتانجل اللي رسمناه عشان نمسح الخطين الزيادة اللي عملناهم. تمام، بعدين نرجعها تاني. ممكن دلوقتي نمسح الخط الزيادة، نعدل الزاوية. طبعا هنشوف ارتفاع المخدة اساسا كام بارت وهنعمله اكسترود. هو عندي هنا هيبقى 29 و1. تمام، دلوقتي كده يعتبر التاج بالسنون خلص، ناقص الخطوط اللي باينه دي هنشيلها دي عن طريق الاريز، وناخد من زاويه من الشمال لليمين. ناخد نصين على بعض. تمام كده خلص، لسه في هنا خط كمان ريز. تمام كده انتهى التاج والسنون. شكرا.